السلام عليكم. كلنا عارفين طبعا كفتة الرز بتاخد وقت طويل جدا علشان نعملها. النهاردة شركة مزارع نعام العاصمة وفرت لنا كفتة الرز جاهزة، هنعملها بكل سهولة، مش هتاخد معانا وقت خالص وهتستوي بسرعة زي ما انتوا شايفين كده. طعمها حلو جدا، هاتوها بقى وخزنوها لرمضان، تنفع معاكم. طعمها حلو وبتستوي بسرعة، مش بتاخد وقت. لو مستعجلة ومزنوقة على الفطار مش هتلحقي تعملي أكل، 10 دقايق هتكوني مخلصاها. يلا نشوف بقى هنعملها ازاي. هي بتيجي مغلفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مغلفة تغليف نظيف جدا، مفيهاش اي هوا خالص، عشان اي كيس بيبقى فيه هوا مش بيحافظ على الكفتة طبعا، بتبوظ بسرعة. هم مغلفينها بشكل كويس مفيهاش هوا. هنخرجها بقى من الكيس وجاهزة معانا بكل سهولة. هنحط زيت على النار يسخن ونحط فيه صوابع الكفتة بالشكل ده، هتاخد لون معانا بسرعة من الجنب اللي تحت. هنقلبها على طول، مش بتاخد وقت خالص في التحمير، تحمر معانا بسرعة جدا. هنقلبها بقى على الجنب التاني لحد ما تتحمر كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنخرجها بقى، مخدتش وقت خالص الكمية كلها معانا، مش بتاخد وقت. شايفين طرية ازاي ومستوية من جوه. هنبتدي بقى دلوقتي نجهز الصلصة. حلة على النار تسخن فيها معلقتين زيت، هننزل فيهم معلقة ثوم مفروم، ونشوح الثوم لحد ما يبقى لونه ذهبي فاتح كده. هننزل عليه عصير الطماطم، ونحط بقى فلفل اسود وملح، ونقلب ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تتسبك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحط بقى المية، وأول المية ما تغلي معانا كده هننزل بقى فيها صوابع الكفتة، ونغطي عليها ونسيبها 10 دقايق بالظبط. هتلاقوها استوت، تاخدي واحدة كده تقطعيها هتلاقيها استوت معاكي بعد 10 دقايق. هننزل بقى للي حابب عليها مكعبات بطاطس، ونغطيها لحد البطاطس ما تستوي وخلاص. على كده مش هتاخد معانا وقت خالص زي ما انتوا شايفين. هنقدمها بقى كده مع رز بشعرية، ان شاء الله هتعجبكم. اطلبوها من شركة مزارع نعام العاصمة، هتسهل عليكم جدا في المطبخ. اي وقت محتارة ومش عارفة تعملي اكل هتعمليها في دقايق وتخلصيها بسرعة، والكل هياكل منها. ان شاء الله تعجبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.